اليوم بإذن الله راح نزور مكان. هذا المكان لابد من كل إنسان أن يزوره، يعني هنحتسب الأجر إن شاء الله. لو أذن الله سبحانه وتعالى لواحد منهم أن يخرج من قبره، هل يريد أن يقابل أبيه وأهله وأصحابه؟ لا والله، إنه يريد حاجة واحدة، لا والله، يريد صلاة يفشر فيها، صلاة يحافظ عليها لكي يلقى بها الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. مسكين والله اللي يصلي. والله زيارة واحدة للقبور تذكرك بحقيقة الدنيا. يا الله، ما أتفه الدنيا، ما أحقر الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعل الدنيا أكبر همنا. وأنفسكم قبل أن تحاسبوا. عثمان رضي الله عنه يقول: إذا كان الحساب هنا يسير فيوم القيامة سيكون أيسر. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. حبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب. قال الحبيب: كيف لي بجوابكم وأرحم جنابي وترابي. كلا التراب محاسني فنسيتكم، وبعدت عن أهلي وعن أوطاني. منكم مني السلام تقطعت مني، ومنكم خلة الأحباب. في ظلمة القبر لا أم هناك، ولا أب شفيق، ولا أخ يؤنس. أهلني صورة في العين إذ نظرت، من هول مطلع ما قد كان أدهشني. من منكر ونكير ما أقول لهم، قد هلني أمرهم جدا فأفزعني. وأقعدوني وجدوا في سؤالهم، ما لي سواك إلهي من يخلصني. أمن علي بعفو منك يا أملي، فإنني مثق بالذنب مرتهني.